السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضحيكم معنا اليوم في تجربة جديدة، كما عودناكم بنجرب كل شيء في السوق. أنا عارف البعض بيكون متعصب لشركات معينة وبينظر لشركات معينة بشكل معين، إحنا بنجرب كل شيء، بنختبر كل شيء، وبنقدم معلومات عن كل شيء في عالم المحركات، لأن لولا تعدد الأذواق لبارة السلع في الأسواق. فالبعض اللي متعصبين لعلامات معينة، آسف ما راح أقدر أخدمكم، أنا بخدم الكل وبراعي الكل. طيب، معنا الصانع العملاقي الكوري على مستوى العالم، ظنهم رقم 4 على مستوى العالم، شركة هيونداي، واحد من أحسن الصانعين في العالم ومن الصانعين الكوريين العمالقة. فاليوم معنا فيس ليفت على الباليسيد، وحنشرح لكم إيش اللي تم على السيارة هذه. السيارة طبعا في فئة منها جديدة اسمها كاليغرافي، بس ما هي موجودة معنا الآن، موجودة في صالات العرض. أظن يا دوب جاءت 8 سيارات عند الوكيل الناغي مشكورين، لسه ما نزل الديمو، فإحنا نتكلم على البريميوم اليوم. خليكم معنا نشرح لكم على التحديثات اللي تمت عليها، وشكرا لكم لزيارتكم لموقع Arabian Drive في كل المعلومات اللي تحتاجوها، مواصفات، مقارنة أسعار، طلب التجارب، أو حتى عروض على السيارات بنوصلها للوكلاء السيارات، تواصلوا معاكم بيقدموا عروضهم، وحتى من البنوك والشركات اللي بتعمل عروض التقسيط بتواصلوا معاكم. فإحنا دورنا خدمتكم ونسعد بذلك وبزيارتكم للموقع. خليكم معنا اليوم نشرح لكم على التحسينات اللي تمت على والفيس ليفت اللي تم على الباليسيد. عادة الكوريين كرماء في عملية المواصفات، حطم المنافسين أن بيعطيك حديد صلب عالي فرامل ثبات. دائما بقول عنها سيارات ألمانية مصنوعة في كوريا، فبديك أطنان المواصفات، حديد صلب، مميزات ممتازة، وبسعر أقل منافسين. أي نعم السعر ارتفع مؤخرا شوي، رفع أسعارهم، وأي نعم الكورونا رفعت أسعار الكل، خبصت سوق السيارات مما جميعه، والجوالات وغيره وغيره من أجهزة كهربائية. لكن اليوم بنتكلم على الباليسيد وش التحديثات اللي تمت عليها. زي ما كنت بقول أنه أحيانا بتهور شوية في التحديث في الفيس ليفت، تلاقي نفسك السيارة اختلفت معك بالكامل. هنا لا، هذا الأخوات الكبار هنا في هيونداي واختها الشقيقة في شركة كيا، لكن اليوم نتكلم على هيونداي. تمت التعديلات، خليها بصراحة كده رتوش جميلة، زي ما يقولوا بريشة فنان، ما خبص الدنيا، ما حاس الدنيا، لا والله عملوا أشياء جدا جميلة. فأنا في رأيي عملوها زي ما يقولوا السكر أو الملح الكافي، مش اللي زيادة عن اللزوم لدرجة خربت الطبخة، لا والله من أجمل ما يمكن. التحديثات، الواجهة الجديدة، خليكم معايا مستر كاميرامان نشرح لك عليه. طبعا هذه جنود كمان نفس المقاس، بس اختلفت نقشة الجنود، ونفس النقشة موجودة الله يسعدكم في الكاليغرافي، في نقشة كمان مختلفة تانية أجمل برضو موجودة على الكاليغرافي. عندنا هنا الله يسعدكم الإضاءة اللي في المرايات. هندخل لجوة داخلية السيارة، عندنا كمان مؤخرة السيارة اللي في الصدام الخلفي تحت شكامين، زاد طول السيارة 15 ملي. طيب عندنا شواحن الكهرباء التايب سي في السيارة، ما شاء الله انتشرت في كل مكان. طبعا انتم عارفين فتحات التكييف في السقف موجودة فوق، وجربنا لكم السيارة قبل كده. ما هتكلم بالتفصيل على السيارة، انا هتكلم اليوم على التحديثات اللي تمت على السيارة. في عندنا كمان الله يسعدكم في الكراسي الايرجو اللي هي عملية صار فيها المساج، وفي عندنا بيكون في الوصف الخلفي، وفي عندنا في الكاليغرافي، وفي عندنا الايرجو زي البوك اير بوكيتس، يعني موجود جيوب هواء بحيث انه يصير القاعدة انعم في الكراسي. الشاشة صارت اكبر الوسطية. هذا بشكل عام التحديثات. واحدة من الاشياء الاضافية الجميلة في السيارة، خليني اشرح لكم اياها الان وليس من رأى كمن سمع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دي الأولى. الثانية، واحد زانقك في المواقف، أو موقف ضيق مرة من ناحيتين،
وما اذا دخلت ما تقدر تفتح الابواب، فتوقف السياره وهي خلاص ترجع ثاني. هذا الله يسعدكم، هي هنا اهو تشغيل السياره، فتح واغلاق، فتح الشنطه، وتحريك السياره امام للخلف. اضافه جميله. هذا بالمختصر المفيد الله يسعدكم اللي تم على السياره. زي ما قلت ما حشرح بالتفصيل كامل، لكن حعيد اختبار ما كنا نسويه من اول، الاختبار التكييف حنسويه الان، حنجرب لكم عزل الصوت كمان للمره الثانيه. يعني الان حنعمل عزل الصوت، حعمل لكم التسارع، حنحط لكم الصيانه، سعر السياره، الاقساط. هذه الاسعار اللي احنا يعني اللي عودناكم عليه، انه بنعطيك تجربه اللي فيها معلومات كامله متكامله، وجبه كامله فيها المقبلات وفيها الطبق الرئيسي، فيها الحلو وفيها العصير، فيها المويه وكل شيء. فهذا الله يسعدكم. هذه التحديثات اللي تمت على السياره، مقدمه، مؤخره، زاد الجنوط اختلفت، الاضافه البسيطه هذه اللي تمت، ورائعه بصراحه اللي تمت على ريموت كنترول. هي على قد ما هي بسيطه لكن اثرها جدا رائع في الزنقه في المواقف. تحديثات جمالية، جنود كمان. شو هاي السيارة طفت نفسها بنفسها، اعتبرت انه استهلكت الوقت المطلوب انه انا اتصرف فيه كصاحب السيارة، فافترضت اني نسيتها فطفت نفسها بنفسها. مقدمة مؤخرة، وزي ما قلنا الكروم الاسود هذا هنا موجود على البريميوم، اللونين اللي جاية يعني. وطول السيارة زاد 15 ملي اعتقد مع الاكسسوارات. الجنود اختلفت على قد ما في اشياء جمالية، لكن الداخلية الكراسي الايرجو، عملية الإضافة هذه عملية جدا، حكاية الباركينج وعملية الشاشة الداخلية، حتى الشحن حق الجوال صار أسرع، والشاشة الداخلية، الكراسي الإيرجو، شحن الجوال أسرع، والتايب سي منافذ أكثر في الصف الثاني والثالث، وللصف الثاني والثالث، الصف الثالث فيه تسخين للمناطق الباردة المحتاجين. وعندنا شيء ثاني كمان الله يسعدكم، ايش هو في ظلنا اخر نقطه؟ ايوه المساج في بعض الفئات في الكاليغرافي. خلينا نجرب السياره، نط داخل السياره، نشوف التكييف، نشوف باقي الامور كلها، ونقول لكم شكرا لكم متابعتكم، ونراكم على خير. لازم واحد يحرج نفسه. دقيقه، الوم البرستيج اللي ضاع. حطينا التكييف على 20، بنجرب درجة البرودة على 20، وحاطين بنقيس درجة اختبار التكييف، وإن شاء الله جاب 11، يعني كان 11.4، 11، 10.5، وبنزل، فما شاء الله مكيفة بارد. يعني أهو 20، وهو كل ما لا بتنزل. خلينا نشوف اختبار عزل الصوت وباقي التسارع، اي ما شاء الله 9.9 ونكمله. 59.3 نسبة الازعاج، 59.3 يعني نطت شوي، جابت فوق 60 شيء بسيط ورجعت ثاني. 59.3 نسبة الازعاج. نخش على التسارع، زحلق جوا الشنطة. خلينا نخش على التسارع الان. طبعا السياره كما شرحنا لكم قبل كده، الجير بوكس 8 سرعات، المحرك 6 سندر، التنفس الطبيعي، فيها كامل مواصفات الامان، الخروج، تنبيه خروج من المسار، حديد الصلب العالي، الانذار الامامي الخلفي، المحافظه على المسار، ما شاء الله فيها كل مواصفات الامان. بس احنا اليوم اللي يبغى تفاصيل دقيقه جدا يرجع للفيديو القديم، احنا اليوم بس بنوريكم التحديثات اللي تمت على السياره. ما شاء الله وصلنا 157 كيلو ونص، من 0 ل 100 في 4.8.05 في 40 متر، ومن 0 ل 100 في اجابتها في 8.74 ثانية في 149 متر. صراحة السيارة على وزن السيارة وحجمها على 6 سلندر جيد، وطبعا الموضوع في الصرفية يبان. في جزئية ثانية حلوة كمان دائما أنا بصراحة أحترمها،
اللي هي عمليه واحده من يد غماز يسار او يد غماز يمين. دائما صراحه انا احترم براءه الاختراع دي جدا جميله في شركه هونداي موجوده عندنا في الطبلون الامامي. من يوم ما تدي غماز يمين يسار بافتراض طبعا ان السواق محترم فبدي غماز طبعا الجماعه اللي بسقط على جماعه ثانيين وبدون ما يدي غماز فغير انه بيعمل حوادث وبيكسب ذنوب وبيكسب دعوات الناس عليه واحتمال كبير كمان يكون يعني بيحاولوا يخففوا ذنوبه بالشتايم. فالمحترم اللي بدي غماز يمين ويسار حيستفيد منه بشكل رائع. التبريد الكراسي وتسخينها، عمليه وضعيات القياده اون رود اوف رود، يعني هنا وضعيه رياضيه الاقتصاديه وهنا الوضعية المريحة. ولو غيرنا الوضعيات القيادة للدفع على الثلج، هنا ثلج طين ورمل، والسيارة تأخذ كل وضعيات المطلوبة منها بتفعلها بطريقتها خلاص. فالسيارة ذكية بتتصرف تصرف كامل. السيارة ما هي معمولة بصراحة إنها دفع رباعي، يعني برسي دفع رباعي قوي، لكنها لكن انا اعتقد السيارة دي ناقصة جزئية حاجة بسيطة. كنت اتمنى السوري كمان عندنا هنا الكاميرات 360 درجة بزر، كنت اتمنى الله يسعدكم يحطوا لها مبرد زيت جير بوكس، لانه السيارة احيانا في مناطق يعني عقاب ومناطق صعبة كده في الطلوع، وخصوصا الجماعة اللي يعني ما براعي السرعة القانونية فممكن يسخن مع الجير بوكس شوية. فلكن لو في مبرد زيت جير بوكس حيكون حافظ انه الحرارة ممتازة. لكن السيارة جربناها في رمل قبل كده، جربناها الاسفلت اول ما نزلت بصراحه من اجمل ما يمكن. ختاما نقول لكم شكرا لكم ومتابعتكم كريمه، ونراكم على خير باذن الله ولتجارب ثانيه كثير. احنا بنتمنى نكون وفقنا، انا قلنا لكم على شرح سريع كده ايش التحديثات اللي تمت على السياره، واتمنى تكون ان شاء الله على ذوقكم وعلى ذائقتكم، واعذرونا على اي قصور، ونراكم على خير. شكرا لكم.